في المشهدية. في المشهد الساخن، سوريا تسابق الزمن لإغاثة ضحايا الزلزال، والغرب يربط المساعدات بالمعابر الشمالية. أي إنسانية؟ في مشهد اليوم، أنطاكيا ركام ودمار وحرائق وموت فاجعة. في المشهد السياسي، بايدن يستعرض إنجازاته في خطاب حالة الاتحاد، ماذا حقق؟ وفي المشهد أونلاين، ميتا تحاصر فلسطين، حملة ضد قيود فيسبوك على المحتوى الفلسطيني، لماذا الانحياز؟ المشهدية تأتيكم يومياً الساعة 8 مساءً بتوقيت القدس الشريف.